سيد المحافظ، كيف تتعاملون مع المطالبات بإخراج الفصائل المسلحة من الموصل وإنهاء يعني عسكرة المدينة؟ بصراحة اليوم نينوى في الآن في وجه آخر. اليوم نينوى مستقرة، كنا في بداية الأمر نحتاج إلى أن يكون هناك تواجد حقيقي داخل مدينة الموصل، ولكن نحن والحمد لله قدمنا مقترح إلى السيد رئيس الوزراء المحترم، وتم تحويل هذا المقترح إلى الجهات المختصة بأن يكون نقل كل مقرات العسكرة داخل مدينة الموصل متمثلة بقيادة شرطة نينوى، وكذلك قيادة عمليات نينوى، وكذلك الحشد الشعبي، أن يكون نقل مقراتهم إلى خارج مدينة الموصل وتهيئة المناطق المناسبة لهذا الموقع، ويتم استثمار المواقع سواء مقر قيادة عمليات نينوى أو مقر الحشد الشعبي أو قيادة الشرطة، أن يكون استثمارها بشكل ينسجم مطابع المدينة السياحي وكذلك المدني. نحن نريد أن نعطي رسائل حقيقية أن نينوى آمنة مستقرة، وأن وجه الحقيقي لنينوى هو وجه مدينة متحضرة فيها إرث فيها تاريخ، ويكون تواجد هذه القوات وعسكرة المدينة يكون خارج المدن، ويمارس أهالي مدينة الموصل حياتهم الطبيعية برخي وازدهار في أجواء مليئة بالاستقرار، وكذلك الانطباع الحقيقي بأن نينوى هي مدينة محافظة ومركزها الموصل مركز متحضر مدني.